ثلاثة أسابيع مرت ولم تلتئم الحكومة نتيجة الخلاف على ملف التعيينات الذي قرر إثره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعليق جلسات مجلس الوزراء. الحكومة في مأزق والوساطات جارية على أكثر من خط لإعادة إحياء جلساتها، فهل ينهي مخرج نيابي أزمة حكومية؟ آخر الحلول المطروحة تمرير اقتراح قانون بدل النقل في مجلس النواب في الجلسة التشريعية الأربعاء، ما يمهد لعودة الجلسات الحكومية. اقتراحا قانونين معجلان مكرران لبدل النقل باتا في عهدة رئاسة مجلس النواب، أحدهما للنائب نبيل دفريج والآخر لعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، الذي أكد للأم تي في أن اقتراحه ليس سوى حل تشريعي لبدل النقل لا أكثر ولا أقل. هذا حل للأجور، حل تبع مجلس وزراء عند رئيس الحكومة. نحن مش عم نلاقي حل للرئيس ميقاتي ليخرج من أزمته. هو دخل حاله بأزمة اسمها مقاطعة أو توقيف جلسات مجلس وزراء، وبرأيي كان قرار خاطئ مع احترامي له. مش عم ننبش له على حال، هو بيقدر يعتبره حال وبيقدر ما يعتبره حال، هو حر. هل تتوقع عودة جلسات مجلس وزراء بعد الجلسة التشريعية الأربعاء المقبل؟ ما بدي أتوقع شيء، بس بدي أقول شغلة أنه مش مفترض ما ترجع جلسات مجلس وزراء، لأنه بالأساس ما كان لازم تتوقف. كنعان العائد من لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد أقل من 24 ساعة على لقاء بري عون يرفض ما يحكى عن أن الاجتماع يهدف إلى إيجاد حل للأزمة الحكومية عبر وساطة الرئيس بري. جلسة عم تتحضر إلى فترة، الموضوع أشمل بكتير من قصة أنه كمان عم ننبش على حل. الحل موجود عند رئيس الحكومة بلحظة بيدعي وبتنتهي القصة. أما شو كانت مبارح؟ كان لقاء نحكى فيه بالقواعد بالمعايير، شو الكريتير يلي على أساسه بنتعاطى مع بعضنا يعني كمكونات مجلس وزراء، كيف لازم، شو أدائه، ما أيمنا الأداء، الملفات المطروحة من هلأ. وما حكي عن وساطة يقوم بها الرئيس بري بين عون ومئاتي؟ لا، نحن عم نحكي مع الرئيس بري كممثل لشريحة كبيرة من اللبنانيين وأيضا كرئيس للمجلس. بس انتم مشكلكم مش مع الرئيس بري، مع الرئيس مياتي. لا، ما هي كلنا سوا مسؤولين. يعني الرئيس بري ما عم بيقوم بوساطة؟ لا، ما بعتقد عم بيقوم. هو ما قال انه عم بيقوم بوساطة، وانا اكيد باخد كلامه. والجنرال عون ما رح لعنده على هالاساس؟ والجنرال ما رح ابدا على هالاساس. جولة افق كتير مهمة، كتير مفيدة برأيي، ولكن تبقى بالاخر الافادة الحقيقية والعملية بالترجمة. أما إصرار فريق رئيس الحكومة على توقيع وزير العمل شرب النحاس مرسوم بدل النقل الصادر عن مجلس الوزراء، فيعتبره كنعان ثانويا أمام تصحيح خلل تشريعي عمره 15 عاما، ويضيف الوزير نحاس قال منذ البداية إنه جاهز للتوقيع متى صدر قانون بدل النقل من مجلس النواب.